القصف الإسرائيلي ودمر البيت ودمرنا، دمرنا كليا، يعني مش بس البيت، دمرنا جسديا وجسميا ونفسيا، كل شيء دمرنا. صاروخ اجى على الدار، هدم الدار، وانت عارف الصاروخ لا يعني لا حجر ولا شجر ولا حاجه اليهود بيرموا. فصبت انا في راسي، وبنتي انصابت في عينها وتتعالج وضعها صعب، ومرتي كمان في طمها في فكها، راح فكها، وعندي ولد في الكلى عنده شظايا في الكبد، فكان وضع صعب يعني. أصلي في صلاة الضحى وبستغفر قاعد، وسلمت لهي الوالدة بتقول لي يا إيمان تعالي افطري، اجت لها قلت لها نعم، قالت لي تعالي افطري، قعدت الساعة بسمي يعني بدي أبدأ أكل، بعد هيك ما شعرتش في نفسي إلا وأنا بالمستشفى بعد ساعات كتير، يعني تعرضت إلى إصابة في عيني بعد ما عرفت أنه إصابتي كانت خطيرة جدا في عيني وشظايا في عيني وحرقات داخلية وكسور وردود، وطبعا شقت راسي يعني كلها غرز ودنية وكل إشي، يعني كل إشي في جسمي تعرض تهكك. يبقى أنا مش بالمرة بالليل، حتى لو أعطوني مسكن بتلمسني كهرب برجلي. أنا بدرس تعليم اجتماعيات، مواد اجتماعية، مقبلة السنة الجاية على تخرج إن شاء الله. وطبعا الفصل الحالي اللي جاي علينا مش حدرس طبعا، نظرا لوضع الصحي نفسيتي بالمرة، تفكيري حتى الوجع والتفكير والحالة الجسدية والنفسية، ويعني كل الجوانب أنا معطلة الصراحة، يعني من كل الجوانب. يعني الأطفال بغزة ما لهمش الذنب يتصابوا ويستشهدوا. أريج عمرها 10 سنين، طالع صف الخامس. هي كانت بتلعب في البيت، فإجا صاروخ كب وقع عنا عند حيط الدار جيراننا، والكتل الفجرية إجت عنا هنا كلها. إجاها شظية في عينها في الحاجب الأيمن ونزل على العين، أدى إلى انفجار العين. طبعا وصلت المستشفى، محتويات العين كلها خارجة وما فيش منها أمل. كنت ألعب أنا وخالي وصار الحدث، وجت شظية بعيني ونقلونا على المستشفى العيون، وأنا حاليا بشوف بعين واحدة بس. أنا بتوجع كتير ونفسي أرجع زي الأول وأصير أشوف بعيني وأدرس وألعب.